من زرع لبذرة هو الجاه. من زرع لبذرة هو الجاه. أنا واخدك ليه الصاحب والعون اللي بلجأ له دايما، مش كده برضو؟ أنا جاي لك يا صابر عشان أعترف لك، ويا رب سامحني. الفترة اللي فاتت دي كلها أنا كنت بحاول أضللك، بس غصب عني لأنهم مسكوني من إيدي اللي بتوجعني، بنتي. هددوني ببنتي يا صابر، وبنتي هي الحاجة الوحيدة اللي بقيالي. بنتي هي اللي مخلياني ماسك في الدنيا. وضعفت وقبلت شروطهم؟ ما انت ضايق من نفس الكاس. ولنفس السبب ده بقول لك انت غلط. انا اتحطيت في الموقف ده وما عملت ازايك. مواجهة الشر ما فيهاش تنازلات. لا تكمل لحد النهاية وتنتصر، يا اما تقع في حباله وتبقى عبد ليهم. بس انا خلاص بنتي فوقتني، ما عدتش اقول نعم وحاضر زي الاول، واللي يحصل يحصل. اعمل اللي انت عايزه، انا ماليش دعوه بيك، لان انا مش هصدقك تاني. حتى لو ساعدتك في موضوع ابنك؟ واللي يضمنني انك هتساعدني في موضوع ابني؟ جرب. من زرع البذرة فهو الجاني. ومين اللي زرع؟ ومين الجاني؟ الجاني مش بمعنى القاتل أو المجرم، الجاني هو زارع، هو جاني الثمار. أنا مش فاهم يا صابر، أنت ليه شاغل نفسك بالكلام ده؟ ما طاوع قلبك في موضوع ابنك وهتوصل. قلبي بيقول ان هو ابني، بس كل اللي بيحصل حواليه بيقول العكس. تفتكر كلامهم صح؟ خير يا صابر، خير، هتوصل للحقيقة وانا معاك، ما تقلقش. معايا ايه؟ انا مش عايزك معايا تاني خالص. لا، انا لو صدقتك تاني وأمنت بك تاني يبقى استاهل كل اللي يحصل لي، لأني ما اتعلمتش. عندك حق، أنا هبعد عنك، بس لو احتجتني، لو احتجت مساعدتي هتلاقيني، يمكن أقدر أكفر عن ذنبي معاك.